يقترب النادي الأهلي خطوات أكثر من النصر في سباق الحصول على خدمات النجم الجزائري جمال الدين بالعمري، وفق ما ذكرته آخر المستجدات الصحفية الواردة في الساعات الأولى من صباح اليوم. المدافع الجزائري جمال الدين بالعمري سبق له أن دفع عن شعار الشباب في الفترة من صيف 2016 إلى أكتوبر 2020. بعد الشباب خاض بالعمري تجربة احترافية في أوروبا مع أولمبيك ليون قبل أن يرتدي قميص قطر القطري صيف 2021. ويظهر اسم النجم الجزائري جمال الدين بالعمري على طاولة كل من الأهلي والنصر في ظل رغبتهما في تحسين خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بهما. وتتجلى أسباب تفوق الأهلي على النصر في هذه الصفقة في أولا حيث أصبح الأهلي محتاجا بشدة إلى خدمات النجم الجزائري بحسب ما ذكرته صحيفة مدينة بعدما أصيب المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا بتمزق في أربطة الركبة. ثانيا لدى الأهلي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم مكان فارغ يمكن أن يسجل فيه اسم أي لاعب أجنبي حر. ثالثا ووفق صحيفة الرياضية تخلى الأهلي عن فكرة ضم لاعب أوكراني في الفترة الحالية بسبب فشل المفاوضات. ثالثا وأخيرا بحسب الإعلامي طارق سعد لا يرغب النصر في ضم أي لاعب جديد حاليا بسبب توجه الرئيس مسلي المعمر نحو التعاقد أولا مع مدرب أجنبي. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.